طيب الو، الو، اي يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. اولا وحضرتك طيب يا فندم، كل شكرا. التحيه وحضرتك لحضرتك. طيب، ميرسي يا فندم، ميرسي بنتكلم يا على فندم. حمله بدعم اهالينا المواطنين غير القادرين، وبنتكلم على هذه الحمله اللي كل واحد بيقدر يساعد او يساهم في هذه الحمله. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. طبعا دي حاجه مشجعه، انا يعني دايما بحب احنا كشعب مصري دايما في الازمات نعم بنبقى متماسكين ودايما بنخرج من اي ازمه لان احنا عندنا عزيمه كويسه. الحمد طبعا لله. انا كرجل اعمال لازم ان شاء الله هتبرع بمبلغ مش حابب اقول، نعم لكن عندي كمان فكره تانية كويس. يا ريت نطبقها، وهي ان احنا كرجال اعمال او اصحاب فنادق في مصر هنتبرع بكل فاتوره طالعه بنسبه من النهارده او من امبارح، بنسبه من الفواتير بتاعتنا للصندوق لتكميل اكمال هذا المبلغ. فكرة دي كويس، حاجه فكرة فكره. كويس. وباقي الفنادق طبعا انا هستاذن معالي الوزير الدكتور خالد العناني في هذه الفكره، وممكن كمان نطبقها على الفنادق اصحاب الفنادق المصريين اللي في الخارج. ثانيا هنعمل مبادره، وانا طبعا عايش في مصر بس انا عايش في الخارج، هتواصل مع اخواتنا المصريين في الخارج. احنا عندنا اكثر من 14 مليون مصري عايشين في الخارج، لو كل واحد بس اتبرع ب 50 دولار هنلم المبلغ وزياده. في فرنسا كمان، بما اني ان انا عايش في فرنسا، عندنا اكثر من 350 الف مواطن مصري، يعني لو كل واحد اتبرع ب 50 يورو بس هنلم مبالغ، يعني هنجمع مبالغ كويسه. صحيح، لان احنا محتاجين، الصندوق محتاج رقم كبير، بنتكلم الصندوق حد محتاج ادنى 2 مليار تقريبا، حد ادنى. هيتجمعوا، احنا اتعودنا على كده، احنا وقفنا في ازمه الكورونا صح كرجال اعمال ورجال واصحاب فنادق، فتحنا فنادقنا، مش عاوز اعمل اعلان لنفسي، كنت من الناس اللي هي فتحت اديت فندقي كعزل، يعني عملنا كده، وان شاء الله هنوقف وهنجمع الفلوس وهنعدي هذا المبلغ بكتير، لان المصل ده بيحميني وبيحمي اخواتي وبيحمي جاري وبيحمي والدي وبيحمي والدتي. يعني بشكر طبعا صندوق تحيا مصر دايما دايما، يعني دايما عنده افكار ودايما بيتحمل مسؤوليات اكبر، بس انا باكد لحضرتك المبلغ ده هنجمعه ان شاء الله. وان شاء الله اولا فكره كويسه، خلينا نقولها مره تانية انه بتقترح انه يكون في مبادره بالتنسيق مع السيد وزير السياحه دكتور خالد العناني، جميع الفنادق الفاتوره نسبه منها تروح لصندوق تحيا مصر لهذا الامر تحديدا. ايوه طبعا. نعم، ودي بتبقى حاجه بسيطه، بس مع الكميه، يعني لو طلعنا 10% 15% 20% على حسب مقدرة كل منشأة هنجمع مبالغ كتيرة. وأنا بالنسبة لي كمان هتواصل، أنا عامل داتا بيز لإخواتنا المصريين في الخارج، هتواصل معاهم وأحاول أخش على صفحاتهم وأعمل مبادرة، إن كل واحد لما بيفتح صفحة الفيسبوك بتاعته هيلاقي المبادرة على طول في وشه، فمش هينساها ومحدش بينسى بلده وأهله، فدي هتبقى مبادرة جميلة. أنا بقول لحضرتك لو كل واحد بس اتبرع 50 يورو ولا 50 يورو ولا 20 يورو ولا 100 يورو هنجمع هذا المبلغ وبسهولة. وأنا بعرض كمان إن أنا ممكن أسافر كمان فرنسا أو أوروبا كلها ألفها بهذه المبادرة الجميلة اللي إن شاء الله هنكملها إن شاء الله على خير. لازم نقف جنب بلدنا وجنب رئيسنا، وبكرر تاني، احنا مش احنا بنعالج روحنا، بنعالج اهلنا صح، وبنعالج قرايبنا وبنعالج نفسنا من هذا المرض، واحنا دايما شعب قوي بريسه وبجيشه وبشرطته، واحنا عندنا كلنا مع بعض، شاء الله كلنا مع بعض، كلنا مع حاجة بعض واحدة. واحنا تعدينا صعاب كتير يا احمد بيه، فان شاء الله دي حاجه بسيطه. بشكرك استاذ جابر، بشكرك كل سنه وحضرتك طيب، بشكرك مره تانية. اذا مع هذه المبادرة هيتبرع لصندوق تحيا مصر